مرحبا بكم أصدقائي، لديكم 10 ثوان للإجابة عن كل لغز. اللغز الأول: لدي 6 بيضات، كسرت بيضتين، طبخت بيضتين، وأكلت بيضتين. كم بيضة بقيت معي؟ الجواب الصحيح: لدي 6 بيضات، كسرت بيضتين، وطبخت نفس البيضتين، وأكلت نفس البيضتين. بقيت معي 4 بيضات إذن. اللغز الثاني: ما هي القطعة الأغلى؟ وكم ثمنها؟ الجواب الصحيح: القطعة الأغلى هي الحلوى البرتقالية. اللغز الثالث: ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح: اللغز الرابع: ما هو سعر كل قطعة؟ الجواب الصحيح: اللغز الخامس: كم مربعا في الشكل؟ الجواب الصحيح: 10 مربعات. اللغز السادس: كم مثلثا في الشكل؟ الجواب الصحيح: اللغز السابع: أكمل ما يلي. الجواب الصحيح: اللغز الثامن: أكمل ما يلي. الجواب الصحيح: اللغز التاسع: أكمل ما يلي. الجواب الصحيح: اللغز العاشر: كم مربعا في الشكل؟ الجواب الصحيح: